جماهير شعبنا الوفي. نحن في الحزب الشيوعي السوداني لا ندعي امتلاكنا الحكم المطلق، ولكننا من الجماهير، منها وإليها، نتعلم منها ونعلمها. هكذا بدأت مسيرة هذا الحزب منذ ثلاثينات من القرن الماضي، منذ الجبهة المعادية للاستعمار. ظل هذا الحزب يتقدم صفوف المناضلين، قدم الشهداء، قدم أبو القادر محيوب والشفيع أحمد الشيخ وحاجم العطا وبابكر النور وعلي فضل وخلافهم، وماشيين في السكة نميت لسير تغريد جاهين. حزب الشيوعي السوداني يعتقد أن أزمة دارفور هي أزمة اقتصادية سياسية اجتماعية، هي جزء من الأزمة الوطنية الشاملة، ولكن لا يملك الحزب وهو يقين أول ندوة سياسية في ظل حامشة حريات المتاح إلا وأن يتركز جل الحديث فيها عن الوضع في دارفور، أسباب المشكلة والحلول وفقا لرؤية الحزب الشيوعي السوداني. يسرنا جدا أن نقدم لكم مناضلا من مناضلي هذا الشعب السوداني، الأستاذ سليمان حامد الحاج، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني وسكرتير اللجنة المركزية عمل منذ بداية شبابه مناضلا في صفوف الحزب، وعمل لمدة 37 عاما متفرقا للعمل الحزبي، ناضل ضد كل الأنظمة الشمولية، دكتاتورية عبود ونظام نميري ونظام الإنقاذ الفاشيستي. عمل مكتفيا في ظل نظام الإنقاذ، يبني في صفوف الحزب، يناضل ضد سلطة النظام مدة 16 عاما، خرج إلى العمل العلني أخيرا، وها هو اليوم بيننا في مدينة نيال. فهلا تفضل الأستاذ سليمان حامد الحاج لتحدث إلى جماهير شعبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات الكبريات، الإخوة الأمادي، بناتي وأبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن أبدأ حديثي حول مشكلة دارفور والحلول التي يراها الحزب الشيوعي لحل مشكلة دارفور، أرجو أن نترحم جميعا على كل رجل وامرأة وطفل استشهد في معارك دارفور ومات مقتولا بيد الغدر والخيانة بواسطة أجهزة السلطة وميليشيات الجنجويد وغيرها من الأيدي الآثمة التي خربت ودمرت النسيج الاجتماعي في دارفور. العزاء لقبائلهم جميعا ولأسرهم، ونترحم عليهم ونسأل الله أن يسكنهم فسيح جناته. ونحن أيضا أماتنا إجلالا لإخوة لنا في صفوف الحزب الشيوعي توفاهم الله وهم في رعاية الشباب من أبناء نيالة، ناضلوا في أحلك الظروف وأقساها في صفوف الحزب الشيوعي وخارج الحزب الشيوعي، ونترحم عليهم ونسكب منهم المناضل زهير حسين أبو بكر، أحد أبرز قيادات الحزب الشيوعي في منطقة نيال.
والمناضل فخر الدين هارون علي السلوسي عضو قيادة مدينة نيال، والمناضل معاوية محمد البكر وهو شيوعي سابق انضم إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان. العزاء الحار لرفاقهم وأسرهم وعطروا الله صرى قبولهم. سأركز حديثي في هذه الندوة على مأساة دارفور وكيفية الخروج من الأزمة، ولكن أيضا في بداية حديثي لا بد لي أن أشكر بكل الفخار وكل التقدير والعرفان بطولة وصمود أهلنا في دارفور ضد الاستعمار في خلال العام 1850 وحتى 1916، خلال 67 عاما حافظوا فيها على دارفور عندما كانت سلطنة، وقاوم الاستعمار في أكثر من 18 معركة، واستطاعوا أن يصدوه في جميع هذه المعارك إلى أن قدر لهم أن يهزموا مؤقتا واستعاد الاستعمار في الفترة اللي فيها كان كل السودان حقيقة مستعمر، ولكن دارفور ظلت محافظة على نسيج الاجتماعي وهو سيطرة في ذلك الوقت إلى مدة 67 عام، وهذه مفخرة تاريخية لأهل دارفور جميعا رجالا ونساء وشبابا وغيره. منذ ذلك الوقت بدأ تهميش دارفور، ونستطيع أن نفهم أن هذا أمر طبيعي أن يحدث في ظل الظروف الاستعمارية، لأن صمود دارفور لمدة 67 عاما كانت كفيلة وحدها بأن تجعل الاستعمار يعمل لإهانة أهل دارفور ولتهميشهم ولكسر شوكتهم ولحرمانهم من كل المزايا التي تتمتع بها المناطق الأخرى على قلة، ولكن لا نستطيع أن نفهم بأي حال من الأحوال أن يتواصل هذا التهميش في دارفور منذ الاستقلال ومنذ تعاقب الحكومات المختلفة وإلى يومنا هذا. هذه حقيقة مأساة دارفور، وهي أحد الأسباب الأساسية التي خلقت المأساة الموجودة حاليا والدمار الموجود حاليا وتفتت النسيج الاجتماعي الموجود حاليا الذي كان أبرز مظاهره التهميش، والذي كل الحكومات المتعاقبة، لا أستثني أحد ولا أستثني حكومة، وصورت ذلك بالأرقام. مع ذلك أرجو أن أؤكد أن أزمة دارفور لا تنفصل مطلقا عن الأزمة العامة الموجودة في كل السودان، وكلنا نعلم أن الشعب السوداني 95% منه يعيش تحت خط الفقر،